مين اللي بينكد على التاني اكتر، الراجل ولا الست؟ عايزنا نجاوب دلوقتي ولا بعد؟ لا بعد، تعال نشوفهم الاول. نكد اكتر، الراجل ولا الست؟ الست. علي صوتك خليك واثق من نفسك. لا الست. بيدور على النكد. اسئلتها كتير، انت فين؟ انت اسمه ايه ده؟ بتعمل ايه؟ ده احنا؟ تقلع هرمونات. والله بيدور على النكد. بتنكد عليه. بالظبط. دمهم حامي. وانتوا يعني اللي خارجين من الفرن عليكوا جوز هند؟ هو بيعمل حاجة مستفزة فاحنا بنتعصب. هو الراجل، الراجل يا جماعة هو اللي نكدي. أمال أسطورة لو مهتم كنت عرفت لوحدك دي إيه؟ هو مش مهتم. ما هم هرمونات فيهم بقى، جيناتهم كده. ما لو كان مهتم كان عارف. بينكد عليه. ليه وأنا بعمل حاجة غلط؟ أنا كل حاجة متزع. لا أنت كويس. الحمد لله. إحنا اللي زي الفل. إحنا زي الفل. مشكلة فيهم. تتزع بس الحلقة إمتى؟ لا مش هتتزع. أنت شايفه. سمعت إنها منكدة عليه. لا اكيد اكيد يا راجل، خد يعني مش قوي بصراحه. يا عم قول، مش هقول لحد. هو غالبا الست بكون نكديه اكتر. اه الست والله. ليه؟ عشان ما طبقهم كده. كل كل وبر نفسك. اللي بعيد لبعض. ثانية انا باكل. انا استناك لما تخلصي. انتوا نكديين. اه يعني بصراحه انا بحييك. اه والله. الاثنين. لا الاثنين. الاثنين الامانه. اثنين ولا الثلاثة؟ لا الاثنين. انا ده بني ادم كمجمل فاهم؟ غالبا الهرمونات. هرمونات؟ اه يعني الراجل. شفت؟ في مريض؟ لا عادي. اتعالجت يعني؟ بس عادي اتعالجت. لا مش عيانه، ما كنتش عيانه الحمد لله. لا لا انا شايفاه يعني. لا يا رجاله يعني باباك بينكد على مامتك اكتر ما مامتك بتنكد على باباك؟ لا الحاج بابا. بابا بابا اللي بينكد اكتر. اه تحياتي لبابا. تحياتي لبابا. وصلني يا بابا. لا مالهاش علاقه ببابا وماما. خلينا متفقين. احنا متفقين ولا خلينا؟ خلينا نروح سلام. يبقى في عشاء. اه يعني. اسمعي كلامها. ماشي حاضر. ما تنكديش علينا. ست. بجد بقول حقيقة صريحة. طب اللي معاك ده راجل ولا ست؟ لا بنت عادي. طب افتحي السبيكر وقولي لها مين نكدي أكتر. نانسي مين نكدي أكتر؟ الراجل ولا الست؟ انت طبعا الست. شكرا. كملي نكد اتفضلي. ايه رايك الاول، مين سبب النكد، الراجل ولا الست؟ لا ما تحسبش كده، هي الشخصيه. حسب شخصيه الست وحسب شخصيه الراجل، حسب الموقف. يعني موقف هي تسبب نكد، موقف انت تسبب نكد يعني. بس انا ما اعتقدش ان في انسان بيبقى مخلوق نكدي. هي التصرفات طبقا للاحداث اللي بتحصل والله يعني. والله بشوف ناس بتبقى تيمه كده، هو كئيب. والله ممكن تشوفه كئيب بعد تلاقيه في الاول في الاخر دمه خفيف يعني. ممكن زاويه الرؤيه بس. ما حدش بيبقى نكد 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 يعني. ممكن ناس